جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. في حدا اليوم رح يغلبه ليوفي. أنا عن جد هالمرة رح كون مبسوطة كتير لما رح يعرف شو هو الفشل. بتمنى لو أقدر أجي معك، بس ما رح أقدر أجي. أنتي انبسطي. إيه باي. مباراة ملاكمة بأمريت سار وما في حدا خبره ليوفيناج؟ عن جد إنكم جبناء. كتير رح تنبسط توينكل إذا اليوم حدا رح يكسر سجل يوفي. بس خليني قلك شي واحد بصراحة، بس يوفي بيقدر يكسر سجله وما حدا تاني. في بطولة واحدة رح تكون اليوم ببانجاب، وهي رح تكون ليوفيناج لوتا. إجا الوقت لأقدر رجعه. أنا بعرف يا يوفيناج إنه عمرك هو مشكلتك الكبيرة هلأ. أنا متأكدة إنك ما رح توقف بعد ما تعرف عن مباراة الملاكمة، ومتأكدة إنه رح تروح لتلعب المباراة. بدك تحاول تربح لحتى تحمي السجل تبعك، وغير موضوع سجلك بدك تربح الجائزة المالية كمان، وهيك نحنا رح نقدر بكرة نعمل عملية ماهي. روكي 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 فتح التحدي للكل. إذا في شاب بأمريت سار بيشوف حاله بطل كبير، وإنه هو الوحيد اللي بيقدر يضرب روكي، سرعة يطلع على الحلبة. في حدا؟ في ناجر رح يجي؟ بتمنى هالشي. في حدا عنده هالشجاعة؟ أنا اللي رح أقاتل. وآخر